حين كانت فرنسا تحتفل بمئوية احتلالها ظنت أنها ثبتت أقدامها وأنها لن تخرج منها، لكن الجزائر بقيت تنجب أبطالها وتقدم شهداءها ما دام العدو فيها. طالب عبد الرحمن المجاهد الشهيد لم يكن إلا من معدن جيله، فآثر ما هو خير وأبقى وترك حي القصبة والعائلة والجامعة في سبيل الوطن. كنت أتلقى به خصوصا في نهج لغوميشلي ديدوش مراد كي كان يخرج من الكلية، لأن كان في الكلية الجزائر اتوديان شيميست طالب في الكيمياء، كي كان عنده 15 سنة شارك في مظاهرة تاع أول ماي 1945 وين استشهدوا حفاف وزيار ولأن الشهادات لم تكن لتصنع منهم أحسن الجثث كما عبروا عن ذلك، كان طالب عبد الرحمن في مثل هذا اليوم من العام 1956-1900 في طليعة الطلبة الجزائريين المضربين عن الدراسة لإسماع صوت الأحرار وإسقاط المزاعم الفرنسية بأن الثورة التحريرية حركة تمردية. أيام قبل 19 ماي 1956 تلاقى مع واحد السيد واسمه أحمد دي قرسيرة، هو من إيغيل ماني، تكلم معاه قال له حبيت ندخل في الثورة، ها واش نعرف ندير، أنا شيميست كيماوي، ها واش نعرف ندير. 19 مي هو رمز تاع 19 مي، دار لا غريف، دار الإضراب وطلع للجبل. كيفو طلعوا طلبة. طالب الكيمياء التحق بالعمل المسلح ولبى النداء ليتفرغ لصناعة المتفجرات والقنابل التي استعملها المسبلون للرد على الجرائم الفرنسية. طلع للجبل كون ديزارتيفيسير وقال له أنا ننجم نكون كون خاطر باش ليزارتيفيسير يديروا البومبات باش يديروهم في الطريق والكاميو تاع العسكر يسوطي ويهبطوا يديو السلاح، لان هذاك الوقت رانا في وقت وين كان مخصوصين سلاح. صرات حدث في القصبه لو 10 اوت 1956 10 اوت داروا بومبا في الليل لا غو دو تاب، في هذاك وين ماتوا ناس كبار ونساء وولاد. الشعب تاع القصبة حب يهبط للمدينة تاع المدينة وين كاين أوروباويين ويخلف الثار، وكانت تسرى كارثة كبيرة. مسؤولين الجبهة قالوا حنا نستكلفوا، داروا بومبا حنا نديروا ثاني بومبا، بصح شكون اللي يسرع لهم البومبا؟ ذات يوم من العام 1958-1900 وبالضبط في 24 أفريل غابت شمس في سبيل شروق شمس الحرية. استشهد الطالب البطل طالب عبد الرحمن بعد أن أعدمه العدو الفرنسي، لكنه بقي وسيظل حيا في قلوب وذاكرة الجزائريين.